لو كان القرار بيدي قسم المبلغ هذا علينا بالتساوي، احنا التسعة. لو كان القرار بإيدي كنت هلأ سرقت شي تليفون ودقيت لرفيقي حكيته وفشت خلقي. بدي ميوزك. والله ما كنت عملت شيء صراحة. القرار صعب جدا. فطوم فيني احكيك هون شوي؟ ها؟ احكيكي فيني؟ ها بالغرفة المعزولة عشان بعض الناس ما يسمعنا. عطني سبجكت. عن البروجرام على التعب. شنو شايف الحين؟ شنو راح يصير؟ شنو ما يصير؟ احلى؟ لا اعطيني عن جد. لا والله والله جد بشوف انت شنو. انا صالح الوحيد اللي ممكن اصوت له. بكل اخلاص وبكل يعني ما تشوف فيه بذره ان تشككني في تصرفاته طبيعيه. الولد محتاج، عنده دين. سبحان الله. وما عنده موضوعه. لحظه ما قال حاجه. لان هو ما قال دين. زين ما علي. تعرف شنو ليش؟ شو؟ هاي يبين لك انه عنده كرامه، عنده عزه نفس، وانا ما ابي افشل روحه. يعني النوع اللي عنده عزه نفس، يعني واحد محتاج ريال كذي يستحي يقول انه محتاج ولا يبي بيزات ولا في شويه هاي الصفه، وهاي الصفه تعجبني. حاجه صالح بالنسبه لي ان اكثر واحده مقنعه، فواي نوت ان اصوت له. انا اصوت له بكل اقتناع من غير اي. اوكي بس صوتك واحد من بين ثمانية من بين سبعة. وانا اقول لك مستحيل انا راح اكون بالاجماع. لان علي نوي راح اسوي له. عمر نوي. هاي احتاج مساعدة. لحظة لحظة انا بقول لك. عمر نوي. من بعد؟ بس اذا احنا انا وانت بس خططناها صح. اذا انا وانت بروحنا بس ها خططناها صح بنوصل. وهو ان شاء الله ياخذها. أنا وايد مقتنعة في صالح شخصياً، بس أحاول أقنع اللي حوالي من غير ما أثر عليهم بطريقة سلبية. المشكلة إن أنا قاعد أثر عليهم على صالح بطريقة سلبية من إقناعي للآخرين بالتصويت له. لا تتكلمين. أنا ما بتكلم. أنت قاعد بس اللوم استلم. أنت استلم. شوف أنت قاعد تفرن صالح. أوكي فاين أنا ما بتكلم. بس أنت من الأشخاص اللي تشوف إن صالح يستاهل. شوفي أنا ما بقرر صالح. أنا في نظري شوفي لا إذا هي وصلت لصالح أنا يمكن أصوت لها. أنا شوفي أنا غير أمينة أنا ما راح أصوت بصراحة. راح أصوت صالح. أمينة إكس الحين عندنا إحنا بس أربعة فوي هنا. مين؟ بسنت، عمر، علي وصالح بس. انسى أمينة. انسى أمينة. أنا سألت الأمينة أمينة يا زيرو. أنا قلت بس إذا اجتمع على صالح وهم صادقين أنا راح أصوت لصالح. أوكي خلي السالفة هنا. ايه اوكي كول. خلاص حصلنا. نادي لصلوح. صلوحي سلومي يا بيك. يا حبيبي شلونك؟ تحبني انا بعد؟ ايه لازم. شلونك؟ انا اللي اشوفك قدامي انت اللي لازم تاخذها. انا الى الحين على الامينة. بس فوق التصويت لك انت. لان انا اللي قاعد اشوفه عمر وعلي اللي قاعد اشوفه الى هاللحظة الثلاثة صالح هو أقل أغلاط. سالم الوحيد اللي يروح عند فاطمة يحكي عن صالح، يروح عند صالح يحكي عن بلير، يروح البرير يحكي عن علي، يروح لعلي يحكي عن يعني الوحيد اللي قاعد يدور بالشيء هذا. الشيء هذا دلالة زي ما تعلمنا أنه من حكى لك حكى عليك. يعني إذا كان صادق أوكي أنا ما أبغى أظلمه، إذا كان صادق صادق، مو صادق خليه يقع هو بشر أعماله. هو الثلاثة خليهم يجمعون على أنه صالح وانا بعارض. فهمت؟ ابعارض. اوكي انتم فاذن هلا برايكم بما انه نحن اخذنا قرار وفشل القرار لازم هلا نقعد نتفرج على بعض. اوكي ما انتم طلعتوا انا شو بدنا نسوي مثلا؟ لازم ترجعوا تحاولوا تاخذوا قرار. كيف نحاول؟ نحاول وطلعنا امينه من عندنا ناس مختلفين كلنا ناس يعني مختلفين. انا بفهم انتم اذا حدا اذا الكل سوا ضد صالح انت ضد صالح مثلا لانه مش لازم ناخذ قرار. اي طبعا. ليش طبعا؟ لانه امينه انا شايفها. اوكي لما ترجع امينه مش اكس مصوت لامينه بس انت ما فيك تقول انا هلا ما حصوت لشخص. انت مجبور تصوت. انت هلا في اشخاص مجبور مجبور تصوت. مجبور مجبور يعني كنا حاسين هلا مش ترجعوا لورا وترجعوا على البيت. حاولوا لاقوا حال. انتم ما عم تحاولوا تلاقوا حال يا حبيبتي. اوكي بس عم نفتح موضوع انه نحن بدنا نلاقي حل واحد. انا حاولوا يا حبيبتي كان شو حاولت؟ اوكي شو حاولت؟ انت عم تحاول مع بسنت؟ انا الكل حاولت معهم كلهم. حاولت مع عمر
عميل رأي شخص على صالح انا صوت إيه صالح لا ما قبل وهي ما قبلت وهي ما قبلت وهي ما قبلت مش شخص واحد اثنين هي ما قبلت خلينا نشوف الاتجاه الأكثرية ما في أكثرية مش أكثرية انت عندك شيء ضد صالح انا لا مش ممكن تصوت له أيوه. اوكي انت عندك شيء ضد صالح انا على اساس انه انا وسالم متفقين اوكي انه امينه هي اللي تاخذ الجائزه اوكي نحن هلا امينه منا ما فيك تصوت ممكن ترجع ممكن ترجع وممكن ترجع بتصوت لامينه ايه لما ترجع بصوت اوكي بس هلا مشغول بتصوت ايه بصوت بتصوت لصالح ايه بصوت والكل الكل راضي يصوت لصالح ما عليه بس لا انا ممكن اصوت لصالح على فكره شو انا ممكن اصوت لصالح لو هنخلص ونخلص النهارده في على القليلة إجماع إنه صالح يكون له الأولوية لأنه مثل ما بقولوا فتحنا صفحة جديدة صالح حاليا هو الأنسب حضرة المشتركين الرجاء التوجه إلى الغرفة الدائرية وأخذ مواقعكم حول الطاولة مرحبا من جديد عديتوا أكثر من مرحلة واجتزتوا أكثر من اختبار وحققتوا الكثير من النتائج المهم توظيف هذه النتائج بشكل إيجابي عند كل محاولة للوصول لقرار واحد وبالإجماع علشان تكون هذه المحاولة هي الأخيرة لازم جلسة المصارحة تظهر نتائجها الآن وقف الساعة حان وقت التصويت تفضلوا استلموا الكرات اللي تحمل أسماءكم افتحوا الكرات وابدأوا بالتصويت على إشارة من عندي ضعوا الكرة في الفتحة الموجودة أمامكم على الطاولة ضعوها الأمام الآن جاء وقت الفرز واحتساب الأصوات ولأنه ما يصير أنكم تصوتوا لأنفسكم يعني 8 أصوات كافية للفوز بالجائزة نبدأ مع الصوت الأول الصوت الأول عمر الصوت الثاني الصوت الثاني من نصيب صالح الصوت الثالث من نصيب صالح أيضا إذن صالح عندك فرصة الوصول للجائزة في حالة تكون أنت اللي صوت لعمر وتحصل على 6 أصوات من الأصوات المتبقية الصوت الرابع صالح أيضا الصوت الخامس هو لصالح صالح 4 أصوات يا صالح فاصلة بينك وبين الوصول وانتهاء هذا الاختبار الصوت السادس هو صالح 3 أصوات فقط ويحسم الموضوع وتحصل على الجائزة الصوت السابع الصوت السابع عمر للأسف مرة جديدة لا إجماع في التصويت
أنا أشوف صالح ما يستحق. أنا كل ما أنا مو مقتنع فيهم، أنا مقتنع بشخص خارج المنافسة لازم أصور.